أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها مستوى التقدم في مشاورات الكويت ودعوة مجلس الأمن لوضع خريطة طريق لحل الأزمة اليمنية. قالت مصادر سياسية إن وفدي الحكومة والميليشيا اتفقا على جدول أعمال المشاورات السياسية التي ترعاها الأمم المتحدة في الكويت، ويأتي التوقيع على جدول المشاورات بعد أن استقبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح وفدي الحكومة والميليشيا كلا على حدة في إطار المساعي التي تبذلها الكويت لإنجاح المشاورات. وبحسب مصادر سياسية فإن اللقاءات هدفت إلى الدفع بالمفاوضات قدما بعد تعثرها خلال الأيام الماضية واقترابها من الفشل، مع استمرار رفض الميليشيا الالتزام بأجندة اللقاء الذي يعقد برعاية أممية. إلى ذلك طلب مجلس الأمن الدولي من الأمم المتحدة تقديم خطة موسعة خلال 30 يوما تتناول بالتفصيل الكيفية التي تسهل للمبعوث الأممي مساعدة الأطراف المتحاربة على التحرك نحو السلام. وقال بيان رئاسي لمجلس الأمن إن قراراته ونتائج الحوار الوطني والمبادرات الخليجية تمثل جميعها أساسا لمفاوضات شاملة للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة في اليمن. وأكد المجلس أهمية استعادة سيطرة الحكومة اليمنية على جميع مؤسسات الدولة، داعيا الجميع للانخراط في مشاورات السلام بحسن نية ومن دون شروط. نتوقف عند هذه المستجدات لنناقشها في محورين: كيف اقتنع الحوثيون وحليفهم بالموافقة على جدول أعمال المشاورات؟ وهل من تغييرات أو تحديثات في محاور الجدول؟ ما أهمية بيان مجلس الأمن الأخير بشأن الخطة الموسعة لحل الأزمة اليمنية في هذا التوقيت؟ وهل تتطلب الخطة بقاء المشاورات 30 يوما؟ هذه الأسئلة وأكثر سنناقشها في حلقتنا من زوايا الحدث، لكن قبل أن نبدأ نذهب لمتابعة هذا التقرير. لبوادر انفراج تلوح في أروقة المشاورات الجارية في الكويت بين الحكومة والميليشيا، باستثناء ما تلهج به تصريحات المبعوث الدولي ومسؤولو البلد المستضيف من تفاؤل بإمكانية التوصل إلى حل قريب. تمضي المشاورات برعاية الأمم المتحدة، فتحف بها المخاطر بينما ينظر إليها المجتمع الدولي على أنها نقطة الضوء الوحيدة المتبقية لليمنيين كي يجدوا فيها الطريق التي تنقذهم من الاقتتال. طريق حث مجلس الأمن على تطويرها بهدف تنفيذ النقاط الخمس التي نص عليها القرار 22/16. وطلب المجلس في بيان رئاسي الأمم المتحدة وضع خطة خلال 30 يوما للمساعدة في تنفيذ الخارطة المتعلقة بانسحاب الميليشيا وتسليم الأسلحة ومؤسسات الدولة واستئناف العملية السياسية. غير معروف ما إذا كانت الأمم المتحدة جديرة بإعداد هذه الخطة والبدء في تنفيذها على الأرض وفي خلال الفترة المزمنة، وعلى أي حال ستبدو الصورة النهائية للقاء الكويت، بيد أن الإشارات الأولية تقول إن الحوثيين وحليفهم يخطئون من جديد في تقدير الموقف الدولي والإقليمي. فحتى الآن وبعد أسبوع من انطلاق المشاورات يظل الغموض يكتنف ما يجري في أروقة غرف التفاوض، مع تعنت ورفض وفد الميليشيا القيام بأية خطوة لبناء الثقة. المبعوث الدولي أكد أن النقاط الخمسة المعلنة من قبل الأمم المتحدة هي الإطار الأساسي للحل السياسي، وهذا ما يؤكد عليه وفد الحكومة ويطالب بتنفيذه قبل مناقشة أي حل سياسي، الأمر الذي يرفضه وفد الحوثيين والمخلوع، وهو موقف ليس بجديد عليهم، إذ أن هذه الميليشيا رفضت سابقا تنفيذ القرارات الدولية بل حتى المراوغة في تنفيذ أي اتفاقات تم التوصل إليها في جولات سابقة. لا أحد يعرف بالضبط كم ستستمر جولة الكويت وإلى أين ستنتهي، لكن الواضح أن المجتمع الدولي لا يريد لها أن تنتهي إلا بإحلال السلام. مراقبون رأوا أن البيان الرئاسي لمجلس الأمن حرر المشاورات من عامل الوقت وحمى المبعوث الأممي من الفشل، غير أنه لم ينطوي على إجراءات بحق الطرف المعطل للمشاورات حتى الآن. إذن مشاهدينا الكرام، لمناقشة هذا الموضوع سينضم إلينا من مقر المحادثات في الكويت سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك، وكذلك المحللة السياسية الباحثة كذلك ميساء شجاع الدين، وكذلك من الكويت سينضم إلينا من قطر أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر. مشاهدينا الكرام، إلى حين تجهز الاتصالات ناقش في تطور جديد في هذا اليوم، أو تنضم إلينا الآن الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين. مساء الخير أستاذة ميساء. مساء النور. أستاذة ميساء، ما هو تقييمك لمسار المحادثات الجارية في الكويت؟ هل من أفق جديد لحل سياسي في القريب أم أن بوادر الانفراج ليست واضحة حتى الآن؟ ما في شيء واضح حتى الآن، لكن في تصميم على تصميم دولي
على ان انجاح المفاوضات والخروج باي شيء فيها. يعني في رغبه دوليه قويه جدا، في ضغط على كلا الطرفين، لكن طبعا الطرف اللي هو بيمثل دوله اللي هي السعوديه والحكومه دائما الضغط الدولي عليها بيكون اكبر، لانه بيكون في امكانيه للضغط عليها، لانه هذه كيانات معترف بها دوليا، بتكون في مصالح دوليه بينها وبين العالم اكثر، فالضغط عليها بيكون اكبر من الميليشيات. طيب اليوم تم الاتفاق على الخوض في جدول الأعمال، لكن لا أحد يعرف كيف اقتنع الحوثيين بذلك على الرغم من مرور يعني أسبوع كامل من الشد والجذب. برأيك هل هي استجابة للضغوطات الدولية أم أن الحوثيين يعني أحسوا أنه لابد من حل إنهاء الأزمة؟ احتمال أنه الضغط الدولي من جهة، احتمال في تسويات موجودة تحت الطاولة، في محاولات انه الارضاءهم في جوانب اخرى، ممكن يعني تقدمت لهم بعض الوعود انهم ممكن ياخذوا بعض الاشياء في مرحله لاحقه. لا احد يعرف، يعني سنرى، يعني صعب الجزم بالضبط ايش اللي حصل. طيب بناء على معطيات المعادله السياسيه والدبلوماسيه، هل سيشكل لقاء الكويت محطه لانهاء الازمه وبدايه لحل سياسي؟ ممكن يكون بداية المسار تفاوضي، احتمال أيوة، يعني ممكن يكون بداية المسار تفاوضي ينهي الحرب بشكلها الحالي يعني، لكن اليمن كبلد لن تستقر إلا بعد فترة طويلة من الزمن، مش الآن خالص يعني، لأنه مسألة انسحاب الميليشيات ليست سهلة، وجود مكونات سياسية مثل الحوثي بطبيعتها ستكون كثير مشوشة على العملية السياسية وستسبب مشاكل. ايضا القاعده وداعش ازدادت قوتهم في الازمه الاخيره، فاعتقد انه اليمن يعني مقبله على مرحله اضطراب طويله يعني. طيب كان هناك بيان لمجلس الامن دعا لوضع خارطه طريق للاسهام في حل الازمه وتنفيذ القرار الاممي 2216 في حال فشل لقاء الكويت، يعني في حال فشل لقاء الكويت ما هي الخطوه التاليه لمجلس الامن وفق هذه المعطيات السابقه؟ يعتمد من الذي سيتحمل مسؤولية الفشل. إذا الطرف الحوثي فهو سيتعرض لمزيد من العزل الدولي. إذا هو طرف الحكومة فستتعرض السعودية لضغط كبير جدا، ممكن تتعرض يعني شكل من الضغوط أنه في يعني الآن في منظمات حقوقية كثيرة تكلمت على انتهاكاتها وعلى أشياء من هذا القبيل، فممكن السعودية يكون الضغط عليها، فهذا يعتمد من الذي سيفشل المفاوضات. طيب إذا ما تحدثنا أكثر حول بيان مجلس الأمن، كيف رأيتي بخصوص المشاورات في الكويت؟ هو واضح أنه بيان يعني بيتجه للضغط على كل الأطراف، وزي ما قلت لك هي تظل الحكومة هي طرف الدول تقدر تضغط عليها أكثر، هذا نقطة. النقطة الثانية كمان الطرف اللي هو مسيطر على الأرض دائما يفرض نفسه بشكل أفضل، يعني الحكومة حتى المناطق اللي هي أصلا المفروض تحت سيطرتها مثل الجنوب لم تستطع أن تحكمها أمنية يعني، فهذا يوحيها قدام الناس، يعطيها قدام الآخرين بمنظر العاجز، الطرف العاجز، فهذا بيضعف كثير من موقف التفاوضي حقيقة. وضع في الجنوب كثير يضعف من موقف التفاوضي للحكومة. فأعتقد أنه يعني في ضغط، يعني في ضغط على كل الطرفين، الإشارة للقاعدة وداعش، في ضغط على جهة الحكومة، الإشارة للقرار الأممي والانسحاب من الميليشيات، تسليم الأسلحة، ضغط على الحوثي بدرجة كبيرة، يعني في ضغط على كلا الطرفين. إذا أرجو أن تتفضل بالبقاء معي أستاذة ميساء. ينضم إلينا الآن أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر. مساء الخير دكتور. دكتور؟ إذن فقدنا الاتصال بالدكتور محمد المسفر. أعود إلى أستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، يعني إذا ما تابعنا أنه منذ بدء مشاورات الكويت كان يبدو أن الميليشيا تحاول يعني تحاول الضغط على إحقاق أمرين أو وضع أمرين في إطار الأمر الواقع، الأول إعادة الحياة لاتفاقية السلم والشراكة، والآخر هو سحب العقوبات من القرار الأممي والمفروضة على المخلوع صالح وكذلك على قيادات في الحوثيين. هل ستنجح الميليشيا في ذلك برأيك؟
العقوبة تعتمد في نقاش لصاحبها، هذا صحيح. لكن اتفاقية السلم والشراكة تتجاوزها الزمن، وهي عمليا اتفاقية السلم والشراكة هي اعتراف بسلطة الحوثي أثناءها على صنعاء، وهي أدت غرضها أثناءها. لكن الآن الاتفاق الذي سيأتي، الحوثي نعتقد ممكن يطالبوا بدمج بعض قواتهم، فعلا قاموا بتجنيد كثير من شبابهم داخل أجهزة الأمن والجيش، وما أعتقدش أنهم سيسحبوهم يعني. طيب وبالتالي هم مستفيدين بشكل ما. نعم أستاذ ميساء، يعود إلينا الدكتور محمد المسفر. مساء الخير دكتور. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بكم دكتور. لعلك تتابع مجريات محادثات الكويت بين الأطراف اليمنية وآخر التطورات فيها، ما هو تقييمك لمجريات هذا المسار التفاوضي، وإلى أي حد تبدو الأجواء مطمئنة إلى حد ما للخروج بصيغة منصفة للأزمة اليمنية، لحل الأزمة اليمنية؟ ابتداء لقد كان الوفد الحكومي كان متميزا في أدائه، كان فاهما بعمله جيدا، كان يعلم ماذا يريد وماذا يخطط له، فكان على قدر المسؤولية الحقيقية، وهو من أفضل الوفود الذي بدأت في عملية التفاوض منذ جنيف الأولى إلى آخره من هذا الموقف، فكان هناك أداء متميز لهذا الفريق. لكن فوق هذا كله نرى أن الطرف الآخر ليس أقل منه مماحكة، وأنه هو نعم دكتور عملا ذرائعيا. ألو نعم نعم ألو، فقط كان هناك انقطاع بسيط في الصوت. نعم تفضل. وأكثر هذا الوفد الحوثي وصالح كان هدفهم هو هدر الزمن اليمني، هدر الزمن التفاوضي، هدر زمن الأمم المتحدة في جدل عقيم لا أساس له ولا مبادئ له ولا عقيدة، إلا الاستمرار على ما هم فيه، معتمدين على أقوال قيلت هنا أو هناك من الإدارة الأمريكية، لكنها ليست كما يتمنون حقيقة الموقف. ولهذا أنا أقول أن مؤتمر الكويت تأخر 5 أيام، ثم اجتمعوا وتأخر مرة أخرى في عملية الإيجاد والمماحكة، في عملية جدول الأعمال كيف يبدأون وكيف ينتهون وإلى آخره. إذن هي محاولة ل طيب الآن هناك زمن الوفدين. الآن هناك يعني اقتناع من قبل الحوثيين أخيرا بتثبيت جدول أعمال المشاورات، هل يمكننا القول أن ذلك يمثل بداية لهذه المشاورات، بداية حقيقية لهذه المشاورات؟ من الملاحظة والمقارنة بالسلوك الحوثي صالح في المؤتمرات السابقة وفي الحوارات، بما في ذلك الحوار الوطني اليمني الذي كان منعقدا في صنعاء، هؤلاء لا يطمئن لهم ولا يطمئن لموافقتهم على جدول الأعمال، وسيدخلون في دوامة أخرى وتدويخ، عملية تدويخ أخرى للوفود المشاركة، ولكنهم لن يخرجوا بنتيجة على الإطلاق. وبالتالي هم كما فعلوا في الأيام السابقة والمؤتمرات السابقة، أنهم يريدون أن يحققون إنجازا لهم، وأنا أعتقد أن هذه الآن قرروا بأن يقبلوا بجدول الأعمال، لكنها يعتبرونها في تقديري فترة استراحة لإعادة تنظيم وضعهم وإعادة الاتفاق على كيفية الخروج بما يتمنون، تحت تدريب وتحت توجيه وتحت استشارات من كوادر إيرانية متمرسة في عملية هدر الزمن في التفاوض، وأخيرا يخرجون بلا نتيجة حقيقية. وأنا لا أثق في هذه النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن، رغم أن هناك تهديد من الأمم المتحدة ب30 يوما، وعليهم الاستجابة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، ولكن سيدخلون في تنفيذ قرار مجلس الأمن كيف ومن أين نبدأ وإلى أين ننتهي، هذا هو الذي سيجري من الآن وصاعد. طيب في هذه النقطة تحديدا دعني أعود إلى الكاتبة والباحثة السياسية الأستاذة ميساء شجاع الدين. أستاذة ميساء، يعني ما مدى تمتع قرارات وبيانات مجلس الأمن بالقوة الكافية لإدانة الأطراف وتحميلهم المسؤولية ومعاقبتهم على الأرض فعليا؟ يعني في حال
قام أحد الأطراف الآن بعرقلة الاتفاقات وعرقلة مسيرة المشاورات، ما الذي سيقوم به مجلس الأمن في ظل ما رأيناه من القرار الأممي 2216 وفي ظل هذا البيان الرئاسي الجديد؟ إذا تسبب في عرقلة المفاوضات طرف الحوثي صالح تقصد؟ بشكل عام نعم. إذا تسببهم في عرقلة فأعتقد أن الضغط الدولي على السعودية الوقت الحرب سيخف بشكل كبير يعني. هاي هي قرارات مجلس الأمن هي بتعبر عن مزاج المجتمع الدولي. وفي الأخير أيضا من المهم وضع بالاعتبار القوة العسكرية على الأرض. لأنه لا يوجد أحد متدخل عسكريا إلا السعودية والإمارات في اليمن، فهذا يعتمد على حسب قدراتهم هم على مواصلة العملية العسكرية في ظل الوضع الاقتصادي المدهور في هذه الدول. فأعتقد أنه كلا الطرفين محتاج للتسوية. أيضا السيولة المالية لدى الحوثي والصالح بتضعف كثير، فأعتقد في ضغوط دولية إضافة لضغوط سياسية. أيضا التوتر السياسي ما بين طرف الحوثي وصالح توتر بعد اتفاق الحوثيين مع السعودية في مسألة الحدود، فهذا التوتر أيضا يعني بالنسبة للحوثي بيدفع أكثر للتفاوض، لأنه بيضمن له وجوده في المرحلة القادمة بشكل أفضل، لأنه هو الحوثي نفسه قوة ضعيفة من غير علي عبد الله صالح، لكن هو الآن سيمثل في الحكومة بشكل أقوى أكبر بكثير من قوته الحقيقية. من فهذه نقطة مهمهم كثير. نعم أستاذة ميساء، الآن أعتذر منك ومن الدكتور محمد المسفر، سنتوجه إلى نقل مباشر لفعاليات المؤتمر الصحفي للمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ حول مشاورات الكويت. ننتقل إلى هذا المؤتمر مشاهدينا الكرام. Of the local delegations and because of the fruitful work of the two delegations. As for the international society has a big role in this matter. So we will go, all of us, with talking about the violations which happened, especially in Taz and certain areas, which is still witnesses so much violations, and actually takes a lot of time, and it also requires from all parties better efforts. On the political effort, in the last few days, I made my debates a condensed ones with both delegation with all the delegations with exceptional cases. Some of them actually was with the chairman of the delegations, and others were actually in a group of contained all the groups. For example, it was quite positive one, and it was clear that all of them they could actually لقد عرضت على الأطراف إطارا عاما يجمع محاور عدة تشمل الأبعاد الأمنية والاقتصادية والسياسية للمرحلة المقبلة. تم تصميم هذا الإطار انسجاما مع قرار مجلس الأمن الدولي 2216 وانطلاقا مما اتفق عليه في بيل في ديسمبر 2015. وسنخوض في الأيام القادمة في تفاصيل الإطار وآلية بحثي. تشرفت اليوم بلقاء صاحب السمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، الذي أبدى حرصا كبيرا على نجاح المشاورات، وأبدى استعداد بلاده لتذليل كافة العقوبات التي تعترضها. ولا شك أن لقاء صاحب السمو اليوم مع الأطراف كل على حدة كان له النصيب الكبير في الوصول إلى الأجواء الإيجابية التي توصلنا إليها هذا المساء. وقد قدمت لصاحب السمو أمير دولة الكويت عرضا عن مسار المشاورات، ونقلت له جزيل الشكر بالنيابة عن فريق الأمم المتحدة على كافة التسهيلات التي تقدمها دولة الكويت. كذلك لا يفوتني أن أشكر معالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على متابعته الحثيثة واهتمامه الكبير بنجاح المشاورات. كما التقيت خلال اليومين الماضيين بمجموعة سفراء الدول 18 وأحطتهم علما بحصيلة المشاورات،
وأنتهزوا الفرصة أمامكم لأشكرهم على كل ما يقومون به لدعم مسار السلام في اليمن. يسمحوا لي كذلك أن أشيد بالبيان الصادر عن رئيس مجلس الأمن الذي دعا فيه جميع الأطراف اليمنية إلى وضع خريطة طريق لتنفيذ التدابير الأمنية المؤقتة لا سيما على المستوى المحلي وعمليات الانسحاب وتسليم الأسلحة الثقيلة واستعادة مؤسسات الدولة واستئناف الحوار السياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. ولعلكم تعلمون أن البيان طالب الأمين العام للأمم المتحدة ممثلاً بمبعوثه الخاص بتقديم خطة في غضون 30 يوماً تبين كيفية دعم هذه الإجراءات وما يحتاجه مكتب المبعوث الخاص من دعم إداري وفني في هذا الصدد. آن الأوان اليوم ليتحلى اليمنيون بحكمتهم المعهودة، فالإيمان يمان والحكمة يمانية، وليغلبوا لغة العقل والسلام. حان الوقت ليوقف أطراف الصراع على الماضي ويبدأ بناء المستقبل، فلأطفال اليمن حق علينا ومن واجبنا أن نضمن حقوقهم. حان الوقت ليستمع المشاركون لصرخات اليمنيات واليمنيين التواقين للأمن والاستقرار. حان الوقت لنسمع صوت الشباب الذي يردد بملء الفم لا تعودوا إلا بالسلام لليمن، وأنا أردد معهم لن نعود إلا بالسلام لليمن. لنعمل جميعا على تحويل هذا الهاشتاج إلى حقيقة ولنعود بالسلام إلى اليمن. السلام عليكم ورحمة الله وشكرا. على هذه الكلمة سوف نفسح المجال لبعض الأسئلة من الإعلاميين، أسئلة محددة قصيرة وموجهة حتى نتمكن من الاستماع إلى أكبر عدد منكم. تفضلي لو سمحتي. مساء الخير سعادتك، سميرة من صحيفة النهار الكويتية. ذكرتم أن بالغد إن شاء الله ستنطلقون في المناقشات حول النقاط الخمس التي ذكرتموها، هل هذه المناقشات ستكون بالتوازي أم بالترتيب؟ شكرا. نعم، أنا كما أشرت في رسالتي للطرفين وكتبت لهم رسالة واضحة توضح أن موقف الأمم المتحدة ورؤية الأمم المتحدة أنه من الأحسن ومن ما يسهل عملنا أن نتطرق لهذه النقط بطريقة متوازية في لجان عمل، وهذا تحدثنا عنه وهو ما زال رؤية الأمم المتحدة. كما تعلمون هذه النقاشات تأخذ أيام وتتطلب كثير من النقاش، ربما غدا سنرجع إلى حتى الإطار العام الذي حاولنا نحن أن نبلور فيه النقاط الخمسة وكل ما يتعلق بالحل الذي كما قلت هو نابع من تنفيذ القرار 2216. في هذا الحديث تكون لنا هناك الفرصة لتوضيح لماذا نرى أنه من المهم ومن الهام أن نرجع إلى النقاط يتحدث عنها في جولات عمل متوازية، وسنبرر ذلك الموقف إن شاء الله الأطراف، وستكون لدينا الفرصة غدا في هذه التوضيحات. عارف أبو حاتم، وكالة الأنباء اليمنية سبأ، الكل يعرف أن هناك كان شبه انسداد في الأفق السياسي واليوم انفرقت. ما هو الذي حرك المياه الراكدة؟ والسؤال الآخر، أين موقع تعز من كل؟ إذن تابعنا معكم مشاهدين الكرام مقتطفات من المؤتمر الصحفي الخاص للمبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ. تحدث فعلا أن هناك مناقشات حول الإطار الشامل للاستجابة للقرار الدولي الأممي 2216 المنطلق أيضا من المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. تحدث أيضا على أن الأيام القادمة ستشهد تطوير لآليات مناقشة هذا القرار. شكر ولد الشيخ الدولة المضيفة وكذلك متابعة الأمراء لهذه
الفعاليات مشاورات الكويت. كذلك تحدث أكثر عن أنه اجتمع مع سفراء الدول 18 الداعمين للمبادرة الخليجية، وتحدث معهم وأبلغهم بآخر التطورات الخاصة بالمشاورات، وتحدث أيضا على أن قرار مجلس الأمن دعا إلى استئناف الحوار وفقا لمخرجات الحوار والمبادرة الخليجية كما تحدثنا سابقا. تحدث عن وجود خطة من 30 يوم تمثل شرح لكيفية تنفيذ هذه القرارات أو النقاط الخمس المنبثقة من المبادرة الخليجية، والتي تحدث عن أنه في رسائله الخاصة إلى الأطراف المشاركة في هذه المشاورات يطرح هذه النقاط على أن تنفذ بشكل متوازي. ينضم إلينا أو يظل معنا الأستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر. دكتور، كيف هي متابعتك لي هذه النقاط التي طرحها المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ في مؤتمره الصحفي؟ في تقديري ليس هناك جديد. هذا الكلام قد سمعناه في المؤتمر الأول والمؤتمر الثاني، وسمعناه في المفاوضات الثنائية التي تمت بين أطراف مختلفة، وسمعناه في مرارا متعددة. والآن أنا أعتقد أن قبول الحوثيين وصالح هي وقفة إعادة تعبئة كما يقولون، أو إعادة الحشد كما يقولون، لأنهم واجهوا معضلة كبيرة، وهي أن الدول الصديقة لليمن اللي هي عددها 18 دولة رأوا بأنهم سيكون الحوثي وصالح الخاسرون في هذا العمل، وبالتالي قبلوا بما هو مطروح بما قبلوا به سابقا، ليس هناك قبول جديد. ولكني أنا أقول أنها مرحلة، الآن هي مرحلة إعادة جمع قواهم مرة أخرى لعملية تفاوضية في كيفية تنفيذ قرار مجلس الأمن وكيفية قرارات يعني المبادرة الخليجية والحوار الوطني اليمني. كل هذه الأعمال سيعيدون النظر فيها، ولديهم من الخبرة والمهارة بمساعدة إيرانية بهدر الزمن اليمني مرة أخرى. ومع الأسف الشديد أنهم أعطوا فترة 30 يوما. نعم دكتور. لإعادة النظر في هذا الموقف، وكان بودي أن يكون الموقف حاسما، وهو وقف تمدد الحوثيين، وقف إطلاق النار. نعم دكتور. فورا إطلاق سراح المساجين إلى آخره من هذا العمل، لتكون البادرة الحقيقية الصحيحة. ولكن إذا لم يقدموا على ذلك فإنها وقفة لإعادة التنظيم صفوفهم والخروج بموقف آخر يؤدي إلى مضيعة الوقت اليمني، ولن يخرج بنتيجة على الإطلاق. طيب دكتور، كيف يمكن فهم تدخل أمير الكويت اليوم لي إقناع الوفود خاصة وفد الحوثيين في الاستماع ودخول المشاورات بشكل يعني والموافقة على أجندة المشاورات بشكل غير متوقع، يعني كما سر بحكم أن دولة الكويت هي دولة مستضيفة فقط؟ أنت كما تعلم أن دولة الكويت يعني هي مستاءة جدا من السلوك الذي بدأ من الحوثي وصالح، وهي الهتافات الغير مقبولة على الإطلاق على تراب الدولة المضيفة بهذا الموقف. وقد عبروا عن غضبهم في ذلك وبلغوهم احتجاجهم، وأنه هذا السلوك السياسي غير مقبول من هذه القوة. ووجود الشيخ صباح بحكمته ومهارته الدبلوماسية وخبرته الطويلة في الشان اليمني وفي شان التفاوض، نعم دكتور، كان له كلمة مسموعة لدى الأطراف. لكن لا أصدق أبدا ولا أثق أبدا في أي موقف يقفه جماعة الحلف الثنائي أشكرك دكتور. نعم. على الإطلاق فيما سيكون إليه مآل هذا المؤتمر. أستاذ العلوم السياسية بجامعة قطر الدكتور محمد المسفر، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك. وينضم إلينا الآن مشاهدينا الكرام من مقر المحادثات في الكويت سفير اليمن لدى واشنطن الدكتور أحمد عوض بن مبارك. مساء الخير دكتور. أهلا بكم دكتور. لنبدأ من مسجدات المشاورات الجارية في الكويت، لو تضعنا أكثر في تفاصيل جدول الأعمال الذي تم الاتفاق عليه اليوم.
جزيرة العمان هو الجدول الذي كان يفترض أن تبدأ يعني من أول يوم، من أول يوم المشاورات تبدأ المشاورات بناء عليه، وهو الجدول الذي تم الاتفاق عليه في آخر محادثات تمت في ديال الإطار العام للنقاش، والذي اشتقت منه الخمس نقاط التي تم تداولها في أخيرا مؤخرا في سواء في بيان مجلس الأمن أو في الوسائل الإعلامية. كان هناك يعني محاولة من قبل الطرف الانقلابي بمحاولة التملص من هذه من هذا الجدول، لكن اليوم ونتيجة لجهود دبلوماسية مختلفة تم الإعلان عن موافقتهم لهذا الاجتماع. الأهم هو التفاصيل، ليس فقط مجرد الاجتماع، ولكن كيف سيتم التعاطي مع القضايا المطروحة والتي في مقدمتها موضوع الانسحاب من المدن وتسليم السلاح وغيرها من القضايا المهمة. يعني هذه النقاط التي ستدور عنها أو حولها المشاورات يعني في قادم الأيام؟ نعم. طيب لو تحدثنا أكثر عن الكيفية التي اقتنع بسببها وفد الحوثي وحليفهم بالموافقة على جدول الأعمال، ولماذا هذا الأسبوع من المراوغة والرفض؟ والله يعني الوفد الحكومي أتى من البداية وبناء على رسائل محددة من قبل المفوض الأمومي. الاتفاق كان كما تعلم أنه كان بعد اجتماعات بييل كان يفترض أن تعقد الجلسة الثالثة مباشرة في 18/1 من شهر يناير من هذا العام، لكن الأشهر كثيرة مضت دون أن يعني يلتئم الفريقان بسبب محاولة مماطلة الطرف الانقلابي، لكن أخيرا بجهود مختلفة تمت الموافقة. الآن لازم نعيش نفس المماطلة. أنا أتمنى أنه يكون هناك في صفية وجدية. تتوقع وجود التزام دكتور؟ الأمور غير مطبحة. تتوقع وجود التزام من قبل الحوثيين؟ هل قدموا ضمانات للالتزام بجدول الأعمال؟ اليوم يعني ما رشح لحد الآن يبدو في هذا الاتجاه، يقولوا أنهم حصلوا على ضمانات، لكن أنا أعتقد من تجربتنا الماضية ليس المهم ما يعلن في الوهلة الأولى، ولكن المهم مدى الالتزام لاحقا وما هي الضمانات التي ستقدم وما هي الآليات التي ستضمن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه. فأعتقد أنه لا زالت هناك الكثير من القضايا الواجب مناقشتها. طيب يعني بنظرة عامة دكتور، يعني هل ترى أن المجتمع الدولي من خلال البيان الرئاسي الخاص من مجلس الأمن الذي كان بالغد وكذلك من اجتماع سفراء الدول الداعمة للمبادرة الخليجية مع وفد الميليشيات الحوثي وكذلك صالح، هل يمارس المجتمع الدولي ضغطا أكبر على الميليشيا في هذه الفترة، خاصة مع الحديث عن وجود تدليل من قبل المجتمع الدولي لهم في الفترة السابقة؟ والله يعني أعتقد البيان الرئاسي اللي صدر من ليلة البارحة أعتقد في مؤشر واضح أنه رغم كل ما يقال إلا أنه لحد اللحظة المجتمع الدولي موحد فيما يتعلق بهذه القضية. كان واضح جدا أنه لا مجال لا نقاط إلا بتطبيق القرار 2016 وفقا للتسلسل الذي سبق وأن طرحناه في الحديث أولا حول الترتيبات الأمنية والانسحابات تسليم السلاح، يعني بما يقود إلى توفير الظروف المناسبة والمناسبة لاستئناف العملية السياسية. أعتقد أنه كان هناك رسالة واضحة أعتقد يجب قراءتها بشكل صحيح. هناك طبعا محاولة المجتمع الدولي أن يلعب دور تنسيقي، لذلك أحيانا تكون هناك لغة ناعمة بالنسبة لنا قد جربنا هذا الأمر، لكن بالتأكيد العالم المجتمع الدولي مجلس الأمن الدول المضيفة تبذل كل الجهود اللازمة الممكنة حتى يعني تقوم بهذا الدور التوفيقي. طيب الآن بخصوص النقاط الخمس المنبثقة من قرار مجلس الأمن، سيكون النقاش عنها بالتزامن كل نقطة في ذات الوقت أم هناك تراتبية معينة سيتم النقاش وفقا لها؟ يعني اتفق على الجدول العام، آلية تكييف الاجتماع لم يترشح بعد، أعتقد يوم غد سيناقش هذا الأمر بالتفصيل، لكن يعني المعلوم لحد الآن أنه لابد أولا من مناقشة الترتيبات الأمنية في إطارها العام، لا سيما فيما يتعلق بصك الحصار وإطلاق
اقتراح الأسرى والمحتجزين وتسليم السلاح الثقيل وغير ذلك، ثم مناقشة التسهيلات السياسية المطلوبة. طيب يعني بسؤال أخير دكتور أحمد عوض، يعني هناك الآن كانت إجراءات بناء الثقة في مشاورات بيل السابقة، وهنا الآن نقاط خمس لتنفيذها منبثقة من القرار الأممي، وهناك مرجعيات هي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني. أنتم هل يعني ما هو موقف الحكومة من هذه التطورات؟ هل ترى محاولة مراوغة من قبل الحوثيين ووفد الانقلاب في ظل هذا الرفض ومن ثم القبول بهذا الشكل؟ يعني أنا أعتقد أن من حد الآن موقف الوفد الرسمي موقف واضح متوازن جدا، أبدى مرونة لكن ليس في القضايا الرئيسية، استطاع أن يحافظ بثبات على أسس القرار 2216 والذي يعبر عنها في الإطار العام أو الجدول العام اللي بتفق عليه في بيل، ثم مشتق في النقاط الخمس. لا زال رغم كل هذه الجهود ورغم كل هذا الضجيج، لا زال الوفد الرسمي محافظ باتساق وبثبات على هذا الموقف. أساس هذا الأمر أن هناك التزام وشعور لدى الوفد الرسمي ومسؤولية باعتبارهم مثل الدولة اليمنية والشعب اليمني بالسلم وباستعادة الدولة، لكن بالتأكيد لا يمكن القبول ولا يمكن أن نتخيل أن يكون ذلك على حساب التنازل على الثوابت الرئيسية المتعلقة باستعادة الدولة أولا قبل كل شيء. وأعتقد أن التجارب الماضية التي خضناها وخاضتها مختلف القوى السياسية منذ أن ابتدأت العملية السياسية بعد ثورة الشباب إلى اليوم كفيلة بأن تصحح وبأن تعين الوفد الرسمي الحكومي لتجاوز أي أخطاء محتملة. سفير اليمن لدى واشنطن دكتور أحمد عوض بن مبارك كنت معنا عبر الهاتف من الكويت، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، في ختامها تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمام في التقديم وتحيات الزميل محمد القاسم في الإعداد. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.